السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا للنهار اليوم لامبونغور. هذا لامبونغور يجي خفيف كما تاع الباع في المحلات. نبدأ في المقادير. عندنا هنا عندنا كأس تاع الحليب يدي 180 غرام، كأس تاع الماء 180 غرام نفس القياس. عندنا هنايا زيت، عندنا 70 غرام من الزيت، وعندنا 50 غرام سكر، ربع حبات بيض، وعندنا الدقيق. الدقيق عندي 820، وكل واحد دقيقين يشرب كم يشربش 820 غرام. وهنايا عندي ملعقة صغيرة تاع الملح. نبدو في التحضير. ناخذ إناء، نحط فيه الكأس تاع الماء، نضيف معلقة، نديرو في الحليب ثاني، نضيفو هنا الحليب، نضيف المعالق تاع 3 معالق صغار تاع عفوا تاع الخميرة فورية. نخلطو هنايا، نضيفو هنايا السكر، خمسين غرام تاع السكر، نضيفو هنايا الزيت. نضيف ربع حبات تاع البيض، نخلطو حتى تندمج العناصر المكونات. هنا ضفت الملعقة الصغيرة تاع الملح، خلطها مع الدقيق، نضيفوه تدريجيا. نضيفو النصف الكمية، الربع تاع الكمية، نخلطوهم هكا، بعد ما خلطت كمية نزيد نضيفو الأخرى الباقي. شوفوا نحركو هذه الساعة، خلطوا هذه جيدا بملعقة الخشب. تقدروا تديروهم حتى في العجانة بيتخان يكون أسهل. نضيف الأخرى، نازل نضيف الأخرى، كملوها كامل. خلطوا جيدا هكا، نخلط هدايا،
هي لازم تكونش متلاصقة. عجينة راح نشوف نزيدها الدقيقة، هنا ما تتلاصق شوية نضيف لها شوية. حتى تلم العجينة، هنا لميتها العجينة تقريبا ردت لي درت 820 قبل الغرام من الدقيق، زدت كملت عليها 3 معالق كبار تاع الفارينة واربعة. هني راح نديرها في بلون طخافاي وراح نقوم بالعجن تاعها، نعجنها مدة 15 دقيقة. عجنها مليح حتى 15 دقيقة. هنا بعد ما لمتها راح نديرها في الإناء في الصحن ونديرها في نحطها هنايا ونغطيها ببابي فيلم. هنا درتها ببابي فيلم، خل نروح نديرها في مكان دافئ وحتى يختمر يتضاعف حجمه، نخليه مدة ساعة أو ساعتين. هنا بعد ما تضاعف الحجم تاعها راح نحي الغطاء بلاستيكي راح نحيها نفرغ الهواء منها. هذه العجينة جيت طرية، هنا درت بلونط خافاي الفارينة راح نبسطها شوية هكا العجينة. نقسم هذه ندخل هذه هكايا وندخل هكايا. عجينة ندير هذه هكا ندخل العجينة هذه هكا، وبعد نحاول نقسمها على اثنان. هنا نقسم على اثنان، الكبيرة نجيبو هذه نقسمها على راح نديرو هذا الشكل، ندخلهم كما هكا. نديرو هكا الشكل. هذا الشكل راح نكملهم كل كيف هنا. بعد ما درتهم هكايا راح نبسطهم نبسطهم هكا، باش لازم تبسطيهم باش ينوفوا. هنا تبسطيهم هكا باش يزيدي يختمروا ينوفوا.
نوريكم الطريقه كيفاش تخليها باش يجيك تحبيه الدائري. هاي هنايا امبون كيرا صغيره هنايا درتها. تحبوا على الشكل يكون هذا حجم تحبيه. نزيد نديرو لها الورقه تاع الطهي بهذه الطريقه. اللي تحب تخلي هكا وحده ينوض تكتفي بالشكل. لازم تزيراش ياسر. نوريكم كيفاش ندير. هنا عندنا الورقه تاع الالمنيوم راح نقطع. نديرها على زوج هكا نديرها على زوج هكا ونقص. هنايا راح نديرها مسمية على زوج. نزيد مسميها هكايا. نمشي ثانية أخرى خلو هاي الصبع تاع هكا. نزلو ناخذو كيما هذه الحديدة، حديدة أي شكل، أي اللي عندك غرفية ولا حاجة صغيرة. نقصو الزايد، نديرو بهذا الشكل. هنا نغطيه بمنديل اللي حطيت ضعف الحجم تاعه شويه، حوالي 5 دقائق. هنا بعد ما اختمر راح نزين الوجه تاعه بالابيض بالبيضه كامله. درت بيضه كامل هنايا. ثاني بعد ما دهنت بالابيض بالبيض بالبيض راح ندير الفوق السمسم او الججلان الوجه تاعه. ديرهم كيف كيف وندخل. هنا راح ندخله في الفرن على 180 درجه من 20 ل 25 دقيقه. ديما الفرن نسخنه من قبل. هاو طابو معانا. هاي تحط معانا الخبز تاع لامبونغور يجي يجي هشيش. هذه قطعت لي هذه العجينه درت لي 18 حبه ودرت انا الحجم تاع متوسط كبير شويه. اللي يديرها صغير تجي اكثر حب تجي ياسر حبات. راح نقسم لكم حبه ونزينو الداخل تشوفوها كيفاش تجي. هنا تحبوا تزينوه بال راح نديروا المايونيز. تحبوا تحمروا الوجه تاعه حمروا. راح نوريكم برك كيفاش يجي. ديروا شويه تاع تاع المطارد. شويه تاع المايونيز. والتزيين حسب الرغبة. عندي الأوراق تاع السلطة. هنا راح ندير الشريحة تاع الطماطم وندير لامبونغور.
عفوا اللحم نغطيه، نضغط عليه شوية نعرف وش يجي من الداخل. جي هايل. اتمنى تجربوا الوصفة، تنال اعجابكم. ما تنسوش ديروا لي لايك واشتراك بالقناة، ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله. الى الملتقى، فيديو جديد ان شاء الله.